عميل شرطة ممتاز كوثر نجم الدين، العاملة بالمصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الرباط، حاصلة على دبلوم ماستر في قانون العقار والتوثيق. من بعد اجتيازي المباراة عمداء الشرطة، التحقت بسلك الشرطة ب 2013 كعميد شرطة. استفدت من واحد التكوين، التكوين ديال المدة ديالو سنتين في المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. من بعد هاد التكوين التحقت بالعمل ديالي بولاية أمن الرباط كعميد شرطة. العمل بهاد بولاية أمن الرباط مكنني من أني نتقلد مجموعة من المناصب ومجموعة من المهام اللي خلات لي تراكمات عندي مجموعة ديال التجارب. توجت باستفادة ديالي من الترقية كعميد شرطة ممتاز. هذا العمل الكبير اللي كتقوم به، يعني باش كان كيتطلب واحد المجهود، وحتى النجاح كيكون فيه عدد من التضحيات. كيفاش قدرت تشوف القيمة ما بين العمل ديالك وما بين الأسرة والالتزامات عليك؟ هو مجال العمل في ميدان الشرطة كجميع المجالات عنده إكراهات، ولكن الحب ديالنا المهنة ديالنا كيخلينا نوفقوا ما بين العمل وما بين المسؤوليات الأسرية، وهذا الشيء كامل بفضل المسؤولين والرؤساء والزملاء ديالنا اللي كنشكروهم بزاف على التعاون ديالهم والمعاونة ديالهم لجميع النساء الشرطيات في هذا الميدان. يعني المساعدة واش منحصرة فقط على الظروف ديال العمل ديالك، ولا أيضا لقيتي مساندة في الأسرة؟ بزوج لا في العمل وتا في الجانب الأسري ديالي، لقيت واحد المساندة وواحد التشجيع، لأنه ميدان اللي كيخليك كتحبه تعطيه فيه أكثر. هذا هو اللي وحنا كنتكلموا على الميدان اللي خليك تعطي فيه اكثر، اشنو اللي خلاك تفكري من بعد مرورك في المسار الدراسي وتبارك الله المسار انك تفكري ميدان ديال الشرطة؟ الحب للشرطة، المهنة كشرطية كيخليك انك شي حاجة اللي تطمح انك تخليها. كي لاش اي واحد كيحب انه يكون المهنة الشرطية مهنة نبيلة شريفة ومحبة بزاف، اللي كتحقق الامن المواطن وميم طون كتعطيك القيمة وتشريف كبير. 8 مارس هو يوم مميز بالنسبة لجميع النساء، تشريف وتقدير لجميع النساء على الكفاءات والمجهودات ديالهم. المرأة المغربية عام على عام كتزيد في العطاء ديالها والتقدم ديالها، وكنتمنى لجميع النساء مجهودات على المجهودات اللي كيديروا، كنتمنى لهم كل التوفيق. بالنسبة للمستوى اللي وصلت له المرأة المغربية ولهاد المجهودات اللي وصلت لهم، العطاءات ديال المرأة المغربية جميعا، كيرجع الرعاية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبالنسبة للنساء الشرطيات كنتقدم لهم بجزيل الشكر والدعم الكثير، لأن المجهودات اللي كنديروها راها مجهودات كبيرة، وكنتقدم الشكر الكبير لمدير العام للأمن الوطني ولأمن الرباط على المساندة ديالهم للمرأة الشرطية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.